أحمد من الكويت، تفضل يا أحمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام أخي أحمد. الله يحفظك يا رب. آمين. معلش يا شيخ، أنا عندي مشكلة ويعني وأستخلفك بالله تحاول تساعدني. إن استطعت إن شاء الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى. يا شيخ، أنا في بنت كنت بعرفها جارتي. نعم. وكان في ما بيننا قصة حب كبيرة. أوكي، وكنا متفقين على الزواج وهيك. نعم. وجينا من 4 شهور تقريبا، كان في هون في الكويت سيول. أوكي. ورجعت من دوام ما حصل سيارتها، فاتصل عليها لقيتها طالعة. أنت تزوجتها يعني؟ لا والله يا شيخ، كنا متفقين إحنا على الزواج وهيك، وتأخرنا في الطلبة يعني. نعم. أنا أروح أطلبها من أهلها وهيك. زين. فبحكيها على التليفون بقول لها وينك؟ قالت لي طالعة. فطلعت مني كلمة مش هقول لك، إنه ما كنتش عارف معناها بمعنى أصح يعني، كلمة ما كانتش مضبوطة. نعم. كيف ما تعرف معناها وقلتها يعني؟ يعني كنت مفكرها كلمة عادية يعني، طلع لها معنى سيء بالمفاهيم بتاعتنا احنا. انت الكلمة كويتية يعني ولا؟ لا كلمة عادية. كويتية يعني الكلمة ولا من بلدك؟ لا مش كويتية، لا مش كويتية. كلمة دارجة يعني، يعني ما معناها خليكي براحتك روحي مطرح ما تروحي، طلع لها معنى سيء خلف هيك يعني. اوكي. ما حابب ان انا يعني. بعدين حاولت اتواصل معها، قالت لي لا خلاص وهيك وانا من ساعتها من 4 شهور وانا بحاول اتواصل معها وبعتذر لها وهيك ويعني ما في نتيجه. وبصراحه يا شيخ يعني عايز باي طريقه، لان البنت كثير مؤدبه كثير مهذبه. بس يعني انا ما اقتنع يعني كلمه انت ما تعرف معناها تظن معناها خيرا وتظن، انا ما اقتنعت صراحه. لا انا ما أنا اسمع انا انا ما انا بسمعني بسمعني طبعا. انا مو اخو العروس طبعا. مو اخوها أكيد. ولا جوز امها أكيد. بس انا ما أكيد. اقتنعت انا بصراحه ما اقتنعت. انا اقدر اساعدك بس انا غير مقتنع. ما انا بقول لحضرتك هاي بس الكلمه اللي طلعت مني يعني، مش اكثر من هيك، كلمه واحده يعني. مش بس اقول لك ما... انها كلمات. اوكي خلاص، شو مطلوب اتصل فيها انا يعني؟ والله يا شيخ انا مش عارف يعني، انا عارف انهم متابعينك واحنا متابعينك، وبصراحه انا من ساعتها ما عارف احكي معها. وين هي في الكويت؟ اي منطقه؟ لا بالكويت. اي خلاص بالفروانيه خلاص قلت. زين اسمع، خلنا ناخذ رقمك وحنا نتواصل معك ومعها، نجمعكم على المكالمه. يا ريت يا شيخ، لان انا ما عندي حدا وانا مو صغير يعني، انا عندي 40 سنه. خلاص انا ابشر من عيون، بس انت بعد قبل ما تقول كلمه اعرف معناها يعني، باكر ترمي أكيد كلمه معناها. اكيد وأعرف مصيبة. عرفت اني غلط يعني، فعشان هيك عشان انا غلط فانا عرفت هيك يا شيخ. خلاص احنا احنا كذا ما بدي اخسرها يعني. زين احنا بنكلمها من عيوني. من ابشر الله يحفظك يا شيخ، الله يحفظك. امين سيدي ابشر. نعم.